بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب يليغ إي كومبخوندر. مؤخرا كنا قد وصلنا إلى لصن أون، لازلنا مع لصن أون. لصن أون مثلا كلمة لموطن. طبعا أيضا كنا قد وصلنا إلى هذه الفقرة أنافي سو باراغراف كي كومبخون دي مو أفيك وا دي مو أفيك أو إي دي مو أفيك أون. أنافي دي مو أفيك وا بار إكزومبل دون موا أون بلوم، ليف توا إلي طار. دي مو أفيك أو بار إكزومبل لا بول لو كو. مينا أترو مينا أتروفي une balle. Et des mots avec un, par exemple le savon, mon, montre-moi ton cou, montre-moi ton cou. Les mots avec z, s et e accent aigu. Thomas Sanara, z, s, a. Thomas, e accent aigu. طبعاً التي تنطق a. أحياناً s تنطق a. كما رأينا ثم أزاد كما ذكرنا أنها تنطق أي، خاصة مع الأفعال كما عندنا هنا الأفعال في البخيزن في الحاضر أنها تصرف مع فو فتأخذ أزاد في نهايتها وتنطق أي، مثلا فني. طبعا رأينا هذا من قبل كما عندنا هنا أي أي، مثلا هنا دي ديليفر، لي مثلا لي دومينو ديليفر. إذا عندنا هنا نفس الشيء مثلا كلمة فني، مثلا لخدينا هاد الفعل هذا فني يعني تعالوا افيك موا، تعالوا معي. فني سيرفير فينيغ، طبعا تصرف الامبيراتيف. طبعا كما تنعرفوا بأن الامبيراتيف الأمر ما تيكونوش في الضمائر كمقارنة، إذن كأننا نصرف الفعل مع فو كما في لو بريزون دو لانديكاتيف. فو فوني، فو فوني أنتم تأتون، لكن هنا عندنا فوني تعالوا افيك مو تعالوا معي. إذن كما نلاحظ بأن أزاد تنطق ك أي. بالنسبة لفعل سولافي طبعا نقول لافي فو، لافي فو. طبعا هاد فو هنا مثلا ما قلناش فوني فو لان ما عندناش لو فيرب سو فونيغ. طبعا ما عندناش لو فيرب سو فونيغ، هاد الفعل ما كاينش. عندنا لو فيرب فونيغ، عاده يكون عندنا فعل جاء هكذا. لكن بالنسبه لفعل لافي تيمكن نقولو، ممكن نتكلم على لو فيرب لافي يعني فعل غسالة. مثلا جو لاف ما فواتور، جو لاف ما فواتور، انا اغسل سيارتي، تنغسل حاجة اخرى خارجة على الجسم ديالي. اذا تنستعملو لو فيرب لافي. ايضا عندنا هنا عندنا لافي، ثم عندنا سو لافي، ثم عندنا سو لافي. سو لافي يعني هاد لافي تنزيدو له هاد سو تيولي عندنا فعل اخر. هنا كما نقول غسل نفسه، هنا ما غنقول جو لاف، ساقول جو م جو م لاف، جو م لاف، جو م لاف. هاد م هي هاد سو تتصرف. مثلا جو م لاف يعني انا اغسل نفسي، جو م لاف لي بغا، مثلا لي بغا انا اغسل نفسي، الذراعين المقصود انني اغسل ذراعي. هنا اقول تي تي لاف، تي لاف يعني نضيف اس هنا يعني انت تغسل او انت تغسلين. تي لاف مثلا لا
voiture مثلا. أنت تغسل سيارتك أو سيارتك. طبعا مع لو فيرب سولافي سأقول تي تو لاف مثلا تبغى أو ليبغا. تبغى يعني دراعيك. إذا طبعا هاد السو تتصرف. هنا طبعا عندنا لو فيرب سولافي. Je me lave, tu te laves, il se lave, nous nous lavons. مثلا مع نو نقول نو نو لافون. نو يعني هاد نو التانية ديال هاد سو ديال سو ديال لو فيرب سولافي. نو لافون مثلا نو بغا. نبغى نحن نغسل الدروعنا كما نقول نحن نغسل أنفسنا الدروعنا. لكن طبعا في حالة لو فيرب لافي سنقول نو لافون فواتور. نحن نغسل سياراتنا. كل واحد عنده السيارة. إذا عندنا نو ان او اس ماشي ان او اي اس بحال اللي عندنا هنا. عندنا ان او اس يعني كل واحد عنده السيارة. طبعا في حالة أخرى نقول مثلا نو لافون نوتخ فواتيغ. نحن نغسل سيارتنا. احنا كلنا عندنا سيارة واحدة. هنا عندنا كل واحد عنده سيارة. كل واحد يغسل السيارة ديالو. مثلا بالنسبة لفو نقول فو لافي فو عندنا في او اس ماشي في او اي اس. فو لافي فو فواتور. طبعا هنا تنزيدو اس لان كل واحد عنده سياره. عندنا بزاف السيارات. اذا عندنا في او اس فو فواتور. فو لافي فو فواتور. في حاله انكم انتم تغسلون رؤوسكم مثلا نقول فو لافي. تتزاد هاد فو فو لافي. هاد فو طبعا كما قلنا ديال سو. نقول سولافي. نقول سولافي ماشي لافي. اذا فو لافي فو تيت. انتم تغسلون رؤوسكم. كما نقول انتم تغسلون انفسكم رؤوسكم. اذا طبعا هنا في الامر هاد السو ايضا تتحول الى هاد فو او تتحول الى توا. مثلا في حاله لو فيرب لافي طبعا في الامر نقول لاف ثم نقول لافون. اذن اغسل او اغسلي فلنغسل ثم لافي. اغسلوا لاف لافون لافي. هذا لو فيرب لافي. هذا في الامر لامبيراتيف. لو فيرب سولافي في الامر نقول لاف توا. هاد لاف تتزاد ليها توا. لاف توا لان هاد سو تتعطينا هاد توا. لاف توا. ثم نقول لافونو يعني فلنغسل. ثم لافي نقول لافي فو اغسلوا انفسكم. لافي فو لافونو كما نقول فلنغسل انفسنا. لاف توا كما نقول اغسل نفسك. ممكن نضيف شيئا ما. نقول لاف توا لا تيت يعني اغسل نفسك الراس. المقصود اغسل راسك الى غير ذلك.
إذن هو الذي عندنا هنا مثلا فيني افيك مو. طبعا عندنا هنا لو فيرب فينيغ، ما عندناش لو فيرب سو فينيغ كما راينا، إذن ما غتكونش عندنا فيني فو. إذن عندنا فيني افيك مو، نقول ببساطة فيني افيك مو، تعالوا معي. ثم عندنا هنا عندنا لو فيرب سو لافي، هذاك الشيء زدنا دفو، هذا علاش زدنا دفو. إذن هدفو ديال سوه المتعلقة بفعل سولافي. إذن لافيفو لي بغا، إذن اغسلوا أنفسكم، كان ممكن نقول لافيفو كما سنرى، لكن هنا عندنا لافيفو لي بغا، اغسلوا أنفسكم اليدين. بعدها أبخي أون أسيب خاز أون لولي أدوني أن بونبون أمينة. لولي أدوني بيان سور إيسي أون لو فيرب دوني qui est conjugué au passé composé. Comme nous le voyons ici, on a l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe donner. Et dans l'intérieur, al-musa'id avoir, za'id, طبعا al-musa'id avoir, conjugué au présent. لأن هذا مهم. Avoir, طبعا la تصرف زمن آخر. وزدنا له le participe passé. طبعا ما غيعطيناش le passé composé. عندنا هنا l'auxiliaire conjugué au présent. Plus le participe passé. إذن طبعا غيعطينا لو باسي كومبوزي. إذن غيعطينا نوع من الماضي طبعا اللي تعني الماضي كما عندنا. إذن لولي أدوني، إذن لولي أنه أعطى أن بونبون، أعطى حلوى أمينة لمينا. لا دوزيام فراز، مينا دون لو صابون أغوني، مينا تعطي الصابون لغوني. روغارد إيسي، أون لو فيرب دوني كونجيي أو بريزون. بور لا بروميير فراز، أون فيو كو لو فيرب دوني est conjugué au passé composé. Ici, on a le verbe donner conjugué au présent et pas au passé composé comme dans la première phrase. Et dans l'indana, on a fait le donner, on a fait le présent qui met un chouf, on a fait le tsaraf boudou, on a fait le zadolo, la terminaison. Madame, on a fait le couche, mais l'auxiliaire, طبعا qui met un arfou, on a l'auxiliaire, ou il a fait le rire. هو اللي تيتصرف في هذا الزمان، هو اللي تيتصرف مع الضمائر. إذن هنا تيبقى عندنا فقط نزيدو لو بارتيسيب باسي، كأن هاد لوكسيليير تينوب على الفعل في هاد الحركات، ولكن ملي تيكون الفعل بوحدو في شي زمان، طبعا هناك أزمنة أخرى ما كاينش غير البريزون، بحال لو باسي سامبل، بحال لو فوتور سامبل، بحال لامبارفي، الفعل مع الضمائر طبعا تياخد ديتيرمينيزون معينة. إذن هنا عندنا الفعل مصرف مع اوكسيليير، هاد لوكسيليير هو اللي تيتغير، وبالتالي تنبقاو نضيفو فقط لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل، كأن هاد لوكسيليير تينوب على هاد الفعل فهاد الحركات. إذا هنا عندنا مينا دون، إذا مينا تعطي لو صابون أغوني، إذا مينا تعطي الصابون لغوني. باش نلاحظو التغير ديال هاد الفعل دوني في البريزون، نقول مثلا مينا إليلي دون، ولكن غتزاد عندنا او ان تي باش نعرفوا مثلا في البريزون الفعل تياخد ديتيرمينيزون الراسو، ما تيحتاجش مثلا لوكسيليير هو اللي غينوب عليه. اذا هذا في البريزون، مينا دون لو صابون، مينا دون لو صابون اغوني. ثم لي بوتي كانار فون بواغ، لي بوتي كانار فون بواغ، تنتكلموا على فراخ الاوز الصغيرين الصغار. فون بواغ، انهم ذهبوا ليشربوا. فون بواغ، طبعا فون هذا لو فيرب الي او بريزون، انا مصرف البريزون، تنقول جو في. شوف هنا انه تغير بوحدو، علاش؟ حيت ما معاش لوكسيليير. في البريزون تيكون عندنا ديما الفعل بوحدو، تياخد ديتيرمينيزون على فان، هاد ديتيرمينيزون طبعا تيتغيرو مع كل ضمير. اذا عندنا هنا مثلا مع لي بوتي كانار تنتكلمو على إيل افيك اس مثلا، إذا طبعا سنقول فون، جو في، تي فا، شوف هنا كيفاش تغير، تي فا، إيل فا، نو زالون، نو زالون، هو تغير مرة أخرى، فو زالي، هو تغير، إيل فون، مرة أخرى يتغير، الفعل تيتغير. إذا عندنا هنا لي بوتي كانار فون بواغ، فراخ إيوز صغيرة ذهبت لتشرب. ثم pour la quatrième phrase, voici un joli ballon pour Mina. Voici un joli ballon
pour Nina. Vois, voici, si, voici un joli ballon pour Nina. هو بالون جميل من أجل مينا. هذا البالون الجميل هو لمينا. Pour la cinquième phrase, bonjour mon petit. يوم سعيد صغيري. Dis-moi ton nom. قل لي اسمك. إذن أحيانا تلتقي طفل صغير تقول له مثلا bonjour mon petit. Dis-moi ton nom. يعني يوم سعيد صغيري. Dis-moi. طبعا عندنا هنا لو فيرب دير à l'impératif. هنا عندنا لو فيرب دير à l'impératif. هنا ما خاصناش يوقع عندنا خلط بين هذه وبين هذه. هذه لافي فو تنشوفو فو تجي مع لافي كأن هاد لافي هاد لافي طبعا مصرفة مع فو مصرفة مع فو الأخرى طبعا اللي ما بيناش. إذا غتزاد لنا هاد فو ديال سو. هنا عندنا دي عليك أنت موا أنا. إذن أن تقول لي أنا. إذن كاين فرق. أنا ما عندناش لو فيرب سو دير. أنا عندنا لو فيرب دير. إذن نقول دي موا. قل لي. راه كاين فرق ماشي بحال هادي. إذن دي موا. قل لي. طون نو اسمك. قل لي اسمك. طون نو اسمك. بونجور مون بتي. دي موا طون نو. بور لا سيزيام فراز. Le petit mouton est l'ami de Simone. Le petit mouton est l'ami de Simone. Eden, le charouf sagir est l'ami. هو داتو. طبعا عندنا هنا le verbe être. مصرف في البريزون. تنقولو je suis, tu es, il est. Eden, le petit mouton est. Eden, هو كما نقول هو كائن l'ami. هو موجود كصديق لسيمون. إذن الخروف الصغير هو صديق سيمون. لو بيتي موطون إي لامي دو سيمون. أو سومي دومينو أديغوني. أين هم لعابي الدومينو؟ لعابي من الدومينو أديغوني قال غوني. أو سومي دومينو أديغوني. أين هي لعاب الدومينو الخاصة بي؟ الخاصة بي أديغوني. Les voici, ils sont sur la table, dit Mina. Les voici, ils sont sur la table, dit Mina. Les voici, ils sont sur la table, dit Mina. Les voici, ha hiya. Les voici, مقصود بها هنا voici les dominos. ها هي الدومينوات. تناخذ منها فقط هاد لي. للاختصار طبعا لأن كلمة دومينو أنها ذكرت في السؤال. إذن باش ما نعاودوهاش باش ما يكونش عندنا تكرار إذن نقول لي فواسي ها هي. طبعا إلا تكلمنا على دومينو وحدة سنقول لو فواسي ها هو. إذا تكلمنا مثلا على إين بومب طبعا كما تنشوفو إين بومب أنها كلمة مؤنثة إذن سنقول لا فواسي سنقول لا فواسي ها هي. ولا نقول لي فواسي إذن سنقول لا فواسي ها هي. إذن على حساب واش هذيك الكلمة جمع نستعمل لي واش هذيك الكلمة مذكرة نستعمل له واش هذيك الكلمة مؤنثة نقول لا لا فواسي ها هي. هنا طبعا نتكلم عن مجموعة من الدومينوات إذن سنقول لي فواسي لي فواسي. إيل سون طبعا نتكلم عن الجمع إيل سون هم هم. Ils sont sur la table. Ils sont sur la table. Dit Mina. إنهم فوق المائدة. تقول مينا. Ils sont sur la table. Dit Mina. إذن مينا تقول ها هما فوق الطاولة أو فوق المائدة. La huitième phrase. La huitième phrase. Bonjour Mina. Bonjour René. Debout. Levez-vous vite. Lavez-vous. Voici du savon. Bonjour Mina. يوم سعيد مينا. Bonjour René. يوم سعيد René. Debout. وقوف. Debout يعني وقوف. المقصود به أمر بالوقوف هنا. أمر بالوقوف. Debout. ثم levez-vous vite. إذا هنا ما عندناش lavez-vous كما عندنا هنا.
لافيفو يعني اغسلوا انفسكم. لافيفو لي بغا اغسلوا انفسكم الادرع. اذا اغسلوا انفسكم الادرع، اغسلوا ادرعكم. هنا عندنا لوفيفو يعني قفوا، عندنا لو فيرب سو لوفي، سو لوفي. ونفس الشيء هنا طبعا عندما نتكلم عن لو فيرب سو لوفي، ايضا عندنا لو فيرب لوفي. سو لوفي يعني انت تتوقف، انك تقف من مكانك او انك تستيقظ من النوم كما ذكرنا. لوفي انت تترفع شي حاجه، مثلا لوفي لي زاردواز، مثلا نقول لوفي لوفي لي زاردواز، لي زاردواز ارفعوا الالواح. ولكن انهضوا سنقول لوفيفو، لوفيفو لا نقول لوفي ثم نذكر الاشياء، بل نقول لوفيفو انهضوا. طبعا هذا لو فيرب لوفي وهذا لو فيرب سو لوفي هو اللي عندنا. اذا هنا عندنا لو فيرب سو لوفي، هاد فو راه خاصه بهاد سو. لوفيفو فيت، قفوا بسرعه. لافيفو كما عندنا هنا اغسلوا، اذا هنا طبعا نقول لافيفو اغسلوا انفسكم، ولم نذكر مثلا لي بغا لا تيت الى غير ذلك، ما ذكرناش واحد الطرف من الجسم. اذا قلنا فقط لافيفو اغسلوا انفسكم. فواسي دي صابون، ها هو من الصابون، المقصود ها هو الصابون. فواسي دي صابون غوني سو لا فيت، غوني اغسل بسرعه. ما عندناش هنا الامر، هنا عندنا حديث على غوني، نقول عنه بانه يغسل بسرعه. غوني سو لا فيت، كاننا نقول il سو لا فيت، il سو لا فيت. montre moi tes bras ton cou، montre moi tes bras ton cou. اظهر لي وريني، بين لي اريني، او وضح لي او بين لي الى غير ذلك. montre moi tes bras، اريني ذراعيك. ton cou ثم عنقك. non tu n'es pas lavé، لا انت لم تغسل. non tu n'es pas lavé، لا انت لم تغسل. طيب غاسون سال، إذا ذراعيك هي متسخة. طيب غاسون سال، طيب غاسون سال، طيب غاسون سال، إذا ذراعيك هي متسخة. إذا نعيد، نو ريبخونون. لولي أ دوني أن بونبون أ مينا، مينا دون لو صابون أ غوني. لي بوتي كانا فون بواغ. فواسي أن جولي بالون بوغ مينا، فواسي Un joli ballon pour Mina. Bonjour mon petit, dis-moi ton nom. Bonjour mon petit, dis-moi ton nom. Le petit mouton est l'ami de Simon. Le petit mouton est l'ami de Simon. Au sommet domino, a dit René. Les voici, ils sont sur la table, dit Mina. Bonjour Mina, bonjour René. Debout, levez-vous vite. Lavez-vous, voici du savon. René se lave vite. René se lave vite. Montre-moi tes bras, ton cou. Non, tu n'es pas lavé. Tes bras sont sales. Tout maintenant, jeu de lecture silencieuse. لعبه القراءه صامته. ثم عندنا دير وي او نو، قل نعم او لا. طبعا تماما كما راينا فيما سبق، راينا هنا مثلا راينا Je de poule vole. Maintenant, عندنا la poule. Est-ce que la poule vole? هل الدجاجة تطير؟ إذن سنقول la poule ne vole pas. إذن الدجاجة لا تطير. إذا كانت تطير نقول la poule vole. La fumée. Est-ce que la fumée vole? هل الدخان يطير؟ إذا كان يطير نقول la fumée vole. La fumée ne vole pas. ثم عندنا لا موطو، اسكو لا موطو فول، هل الدراجة النارية تطير؟ اون فادير لا موطو نو فول با، لا موطو نو فول با. ابخي هنا لا بي، مثلا لا بي نوع من الطيور طبعا، اذا اكيد يطير، اذا سنقول لا بي فول. لو تابي، لو تابي
إذا نتكلم عن السجاد إسكو لو طابي فول، إذا نقول مثلا لو طابي نو فول با. في بعض الرسوم المتحركة مثلا نرى طفلا يركب على سجاد ويطير، إذا ممكن نقول لو طابي فول. مثلا لا سوغي نو فول با، إذا الفأر لا يطير. ثم لا موش، الدبابة، لا موش ولا سي لا موش. بيان سور اون فا دير لا موش فول، إذا الدبابة تطير. لو شا بيان سور لو شا نو فول با، إذا القط لا يطير. اي اون في اون ميغو نو فول با، إذا الكلب ميغو لا يطير. نفس الشيء هنا عندنا، هنا طبعا سنقول وي أو نقول نو أو لا. لو شا فول، هل القط يطير؟ بيان سور نو لو شا نو فول با، لا القط لا يطير. لو شوفال كور، اسكو لو شوفال كور، هل الفرس يجري؟ بيان سور كو لو شوفال كور، وي لو شوفال كور، نعم الفرس يجري. هنا عندنا طبعا لو فيرب كورير، هنا عندنا لو فيرب فولي يعني طار، وممكن تعني سرقة في حالة أخرى. لو بالون إي كاري، هل البالون مربع؟ لو بالون إي كاري، نو لو بالون ني با كاري، إذن البالون ليس مربعا. طبعا لو بالون إي غون، أنه دائري. لو دومينو إي غون، regarde ici لو دومينو إي غون، هل الدومينو لعبة الدومينو أنها دائرية؟ لو دومينو ني با غون، إذا لو دومينو ليس دائري. مينا فيم لا بيب، مينا فيم لا بيب، إذا مينا تدخن الأداة التي يوضع فيها التبغ كما رأينا فيما سبق لا بيب، مينا فيم لا بيب. إذا سنقول نو مينا نو فيم با لا بيب. طبعا هاد فيم هي اللي غنوضعو قدامها نو ثم با، ديما الفعل الأول تنقلبو عليه تنوضعو أمامه نو ثم بعد منه با. مينا نو فيم با لا بيب، إذا مينا لا تدخن هاد الأداة. ثم ميغو شانت، ميغو شانت، الكلب ميغو يغني، سي لو فيرب شانتي طبعا، سي لو فيرب شانتي، هذا فعل غنى. أون فا دير نو ميغو نو شانت با، إذا ميغو لا يغني. مينا جو أ لا بوبي، وي مينا جو أ لا بوبي، مينا تلعب بالدمية. غوني جو أ لا بوبي، غوني يلعب بالدمية. نو غوني نو جو با أ لا بوبي، لأنه ليس بنتا، إذا غوني لا يلعب بالدمية. نو غوني نو جو با أ لا بوبي. لو موطون إي نواغ، لو موطون إي نواغ، إذا الخروف أسود، الخروف أسود، ممكن أن الخروف يكون أسود، نقول وي لو موطون إي نواغ. طبعا كما في حالتنا هنا، لو موطون ني با نواغ، لو موطون ني با نواغ، إذا الخروف ليس أسودا. لو موطون إي بلون، إذا الخروف أبيض. نستأنف في الفقرات القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.